ما في شرف شرف الله عز وجل به عباده، مثل أن سمى بهم إلى أن أجعلهم أهلا لخطابه. كل واحد منكم يفكر مين أنا لحتى ربي عز وجل يخاطبني؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني تصور إنه ربي عز وجل مالك الكون، مالك الملك كله سمى بك وجعلك نجيه، جعلك المخاطب له. طيب أليس من اللؤم بمكان أن نعرض عن هذا الخطاب؟ مو هيك مضبوط ولا لا؟ رسالة وصلتني من مولاي ربي، طيب أعرض عنها اتركها هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، وأعتقد أن هذا الدرس هو الدرس الأخير في سلسلة دروسنا هذه في هذا الموضوع. وفي نهاية الدرس سأذكر لكم إن شاء الله ما ألهمني الله عز وجل وما شرح صدري له من المنهاج الجديد الذي سنبدأ به اعتبارا من يوم الخميس إن شاء الله. وصلنا إلى الآية الأخيرة من النص الذي انتقيناه من سورة النمل، والذي يتضمن موضوع الحجاج والنقاش، وهو قوله سبحانه وتعالى عن الكافرين والجاحدين الذين كان يحاورهم كما رأينا ويحاكمهم إلى الأدلة العلمية الكونية المتنوعة المختلفة المتعلقة بالأكوان والمتعلقة بالذات والمتعلقة بتقلب الليل والنهار والمتعلقة ببداية الخلق وإعادة الله سبحانه وتعالى له. يختم البيان الإلهي هذه الآيات التي تضمنت ما رأيناه من الحجاج والنقاش بقوله عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمو. هذه الآية بإضراباتها الثلاثة بل نعم تصور بطريقة عجيبة ودقيقة حال الملحد عندما يأخذه الاضطراب ويرده، وعندما يتقلب وهو يدافع عن إلحاده في أحوال متنوعة مختلفة. هذه الآية ترسم حالة الملحد أو حالة الكافر الجاحد المستكبر، تصور حالته بطريقة دقيقة جدا، وسنتبين ذلك الآن. يقول الله عز وجل بعد أن أغلق باب الأسئلة الحوارية، نعم التقريرية الدالة
أدلة العلمية على وجود الله وعلى ربوبيته وعلى أنه هو وحده المتصرف في هذا الكون. قال: بل ادارك علمهم في الآخرة. بل قلنا للإضراب، يعني دعك من الكلام الذي ذكرناه وانتهينا منه. القصة ليست هكذا. القصة أن هؤلاء يعتقدون أنهم قد جمعوا العلوم كلها وأحصوها، وأن الدلائل العلمية على معتقداتهم الباطلة متوالية متتابعة، تدرك الحجة الثانية الحجة الأولى التي سلفت، وتدرك الحجة التي تليها الحجة التي قبلها. هذا معنى بل ادارك علمهم في الآخرة. فماذا تنتظر من أناس هكذا يعتقدون وهكذا تشمخر أنوفهم؟ يعني أنت تعرض أمام الواحد منهم الأدلة العلمية المختلفة كما رأينا، لكنه يشيح بوجهه عنك ويقول: أنا عندي أدلة علمية أضعاف هذه الأدلة التي تسوقها، لهذه أدلة أكل الدهر عليها وشرب. أنا رجل علم، العلم يقول كذا والعلم يقول كذا والعلم يقول كذا تماما كما ترون. نعم، فالدلائل العلمية عنده يدرك بعضها بعضا، تتدارك هذه الأدلة العلمية متراكمة عنده، فهو غني عنك، ليس بحاجة إلى أدلتك هذه التي تعرضها له. هذا معنى الفقرة الأولى في هذه الآية: بل ادارك علمهم في الآخرة. علمهم عن الآخرة شيء غزير وكبير، سلسلة حجج، نعم، تتبع أخراها الأولى وتتدارك هذه السلسلة كلها مجتمعة في ذهن هذا الإنسان. كل ذلك، نعم، يجتمع في ذهنه كدلائل علمية على بطلان الآخرة فيما يزعم. بل ادارك علمهم في الآخرة. طيب، ثم ماذا قال؟ بل هم في شك منها. هذه الحالة الثانية التي تعتري الملحد، عندما يجلس إليك ويناقشك يتباهى بعلومه التقنية والفكرية وآخر النظريات التي تتحدث عن أصل الكون وأصل الإنسان ونهاية الكون وما إلى ذلك، وآخر النظريات التي قرأها لفلان وفلان وفلان، أمامك هكذا يقول. فإذا انفض المجلس وذهب إلى حال سبيله عاد يفكر، نعم، وإذا بالشكوك تطوف بذهنه. هذه حقيقة الملحد فعلا. طبعا الملحد مثل الملحد الكافر المشرك، طبعا، وكل هؤلاء إنما يقودهم إلى كفرانهم وجحودهم أو إلحادهم الاستكبار. بعد أن ينفض هذا المجلس وينتهي هذا الحوار، نعم، وتنتهي مرحلة تفتيل العضلات الفكرية طبعا، نعم، يعود فيما بينه وبين نفسه ليفكر، وإذا بالشكوك تطوف بذهنه: يا ترى يعني أنا على يقين من أن الحديث عن يوم الآخرة باطل، ولا يكون هؤلاء يعملوا كلام سليم علمي؟ حقيقة العلم الآن، هذه الحجة التي سمعناها، والله هذه الحجة يعني مفروض أن تكون صحيحة، هذه الحجة التي يحتج بها الإيمانيون أكيد أنها يمكن أن تكون صحيحة. لا، ليست بصحيحة. على كل ينبغي أن لا نفكر فيها. تجد أن هذه شكوك تأخذه وترده، هذا معنى قوله تعالى:
بل هم في شك منها. نعم. طيب. ثم قال بل هم منها عمون في مرحلة أخرى أيضا غير مرحلة التباهي بالحجج والأدلة وما إلى ذلك، هذه الحجج التي يتظاهر بها، وغير مرحلة الشك طبعا إذا تطاول أمد الشك عنده وتطاول أمد الريبة بالحجج التي كان يطرحها في المجلس. نعم، إذا تطاول هذا الأمد يزجه هذا الواقع، هذا الاضطراب يزجه في عماهة مطلقة، يزجه في حالة من الظلام، فهو يعلم أنه لا يتعامل مع حجج علمية مشرقة، وإنما يتعامل مع ذبذبات تتراءى أمامه ضمن الظلام الدامس. كيف يكون حال الإنسان عندما يكون وسط ظلام دامس يفتح عليه؟ ماذا يرى؟ يرى ذبذبات يخيل إليه أنها نعم أمور ضوئية، يعني تتجلى له أمام بصره، وهي عبارة عن ذبذبات تتراءى أمام عينيه من شدة الظلام الدامس. هكذا يقرر البيان الإلهي حال هؤلاء الجاحدين، وهكذا يسدي الستار على الحوار معه. دعك منهم، فهؤلاء شأنهم الاضطراب بين ساعة يرون أنفسهم هم العلماء يتباهون بما يرون أنه العلم الذي لا يأتيه الباطل، ثم إن هذه الحالة تذهب وتأتي حالة أخرى هي الشك والريبة، الريبة في أفكاره طبعا، ثم إن هذه الحالة أيضا إذا تطاولت تنتهي إلى العجز، تنتهي إلى الجهل المطلق، فهو يقول في نفسه دعك من هذا الموضوع كله، لا نريد أن نشغل أنفسنا به، كان في آخرة ولا ما في آخرة، شفنا بهالشغلة. نعم، هذا هو تصوير حال هذا الإنسان الجاحد، إذ يقول عنه الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأنا عندما يعني أتذكر مناقشات جرت مع ملاحدة مع أصحاب نظريات باطلة وهمية، أجدني فعلا أمام هذه الصورة التي يصورها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. والأمثلة التي تجسد لنا هذه الحقيقة كثيرة أيها الإخوة، كثيرة جدا. نعم، وقد ابتليت من هؤلاء الجاهلين المستكبرين بمواقف عجيبة وغريبة كلها مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. الآن نضرب على ذلك بعض الأمثلة. نظريات التطور عن أصل الإنسان، طبعا هذه النظريات عن أصل الإنسان هي ثمرة الإلحاد، ثمرة الإلحاد. الإلحاد أحدث فراغا لدى هؤلاء الملحدين، فراغ، يعني من هو هذا الإنسان؟ كيف وجد بهذه المزايا الغريبة؟ كيف وجد بهذه الطريقة التي يتحكم فيها بالكون وإلى آخره؟ هذا هو الفراغ، هو لا يؤمن بالله حتى يسد إيمانه هذا الفراغ ويجيب عن هذا السؤال، وبالتالي الإلحاد زجه في هذا الفراغ. طيب كيف يملأ هذا الفراغ؟ والملحد يرى أنه يتمتع بالعلم وأن الإيمان لا علاقة له بالعلم، إلى الآن في
في الناس من يعتقدون أن المنهج الديني منهج لا علاقة له بالعلم، والمنهج العلماني أو العلمي هو المنهج البعيد عن الدين، فأنت إما أن تختار العلم أو أن تختار الدين. كثيرون هم الذين لا تزال هذه العفون الفكرية متعلقة في أذهانهم، فهذا الملحد يحاول أن يسد فراغه الإلحادي في هذه المسألة التي نذكرها. يقول أصل الإنسان كان كذا وكذا وكذا، ويأتي بنظرية، طبعا في عدة نظريات وليست هنالك نظرية واحدة كما يوهم بعض الدجاجلة إنه نظرية داروين وبس، لا، في قبل منها نظرية اسمها نظرية لامارك، تأتي بعدها نظرية داروين، نظرية داروين نسخت جاءت بعدها نظرية اسمها الداروينية الحديثة، وهكذا، واللون عم تنطبق نظرية رابعة كمان. نعم، فيأتي هذا الإنسان ويملأ ذهني بحجج يأتيني بها أنه لامارك قال كذا وكذا، الطبيعة تؤثر على الحيوان، تغير من مظهره وشكله، المناخات المختلفة تجعل هذا الحيوان يتأثر بالمناخ من حيث الشكل ومن حيث المظهر ومن حيث كذا، والدليل الفلاني والحيوان الفلاني جربوا عليه إلى آخره ونظروا إلى نعم هيكله العظمي، يأتيك بأدلة كثيرة ليسكتك بحججه هذه، هذا مظهر، بل ادارك علمهم. نعم خلاص يسكتك. نعم، هذا هو العلم، هذا هو الكذا. طيب، ثم إن هذا الإنسان يذهب ليخلو مع نفسه، ساعة الاستكبار راحت، ما في حدا قدامه، ما في حدا قدامه، نعم، حتى يجي يستكبر عليه ويفتل عضلاته الفكرية، قعد لحاله قال لك طيب الطبيعة والمناخ كلاهما يؤثران على الشكل، لون بيكون أسمر بيصير أبيض، بيكون أبيض بسبب الحرارة بيصير أسود، طيب حيوان يأكل طعاما لا يحوجه إلى المضغ، الأسنان شوي 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 تضمر، صحيح، حيوان لا يظهر إلا في الليل ومن ثم لا يحتاج إلى بصر قوي، يضعف قوته تمام، ولكن نحن نتحدث عن هذا الإنسان ذي القائمة المنتصبة والفكر الثاقب، ونفترض أنه كان في يوم ما من الحيوانات الزاحفة، لأن هذا اللي عم نفترضه، نفترضه أنه كان من الحيوانات الهلامية. طيب كيف تحول من حيوان زاحف إلى حيوان يمشي على أربع ثم إلى حيوان يمشي إلى المناخ؟ يا أخي ما بتأثر فيها الشغلة، والله يبين عليه النظرية غلط، لا مو غلط، لا غلط، لا مو غلط، لا، هذا واقع تماما. نعم، لكن بينه وبين نفسها وقت بيشوفك يسد باب النقاش بما يقوله من حججه المتراكمة، فعلا كما يقول الله عز وجل بل ادارك علمهم، الأدلة يخلي الواحدة منها تلحق الثانية وتلحق الثالثة وتلحق الرابعة وهكذا. نعم، جاء هؤلاء العلماء فيما بينهم قالوا لك والله النظرية باطلة، شو الحكي، جاء داروين حطم نظرية لامارك، قال أنا صحح لكم إياها، عندي قرار العلمي عندي، وجاء بنظرية أخرى مختلفة عن نظرية لامارك. نجلس مع هؤلاء الذين كانوا بالأمس يقدسون لامارك، بعدين فيما بينهم مزقوا أوراق لامارك، صار يقدسوا بأمين داروين، أخذ الواحد منهم أمامنا ونحن نتحدث عن ما يقوله الله عن أصل الإنسان. يا جماعة
ربنا عز وجل يحدثنا عن خلقه سيدنا آدم وكيف سواه هكذا ونفخ فيه من روحه بقامة ميساء بشكل إلى آخره. لا هذا كله أكل الدهر عليه وشرب، هذا كله أساطير الأولين. نحن عنا العلم، شوف داروين شو بيقولوا، اعتمد على علوم الأجنة، اعتمد على علم الأجنة المقارنة، اعتمد على كذا وكذا، اعتمد على المستحاثات، وقال وما جاء إلى ذلك، بل ادارك علمهم بالآخر. فعلا دارك علمهم في هذا الموضوع، لكن لما بيقعد بيرجع الواحد منهم إلى نفسه، لك يا جماعة طيب عثر على هياكل حيوانية تعود إلى ما قبل العصر الجليدي، قورن بين تلك الهياكل ونفس الحيوانات الآن، ما اختلفت عن بعضها شيئا، ومن إمتى؟ من العصر الجليدي لربنا سبحانه وتعالى. الله أعلم كم بيننا وبينه، وين التطور بقى؟ والله باين عليه النظرية صحيحة لا مو صحيحة، مضبوطة لا مو مضبوطة، وإلى آخره. نعم. أنا الآن أبين لكم مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يرجع بيقول لحاله لك والله الحجة اللي سمعناها من الإيمانيين ترى يمكن تكون مضبوطة، يمكن تكون مضبوطة. شو الحجة اللي الإيمانيين بيقولون ياها؟ يقولون طيب هلأ إذا كانت الطبيعة هي التي أوجدت هذه الحيوانات، منها ما هو صالح للبقاء قوي مثل الديناصور ومدري إيش، ومنها ما هو ضعيف غير صالح للبقاء. إذا كانت طبيعة هي التي أوجدت هذه الأصناف من الحيوانات المختلفة، ثم عنا على فكرها، فكر الطبيعة أن تصحح ما فعلت، فتطرح الحيوانات الضعيفة من الوجود بس تخلي الحيوانات القوية. طيب ليش من الأول ما دامت الطبيعة هي اللي عم تخلقون ما أوجدت بس القوي وسكرت الباب على الضعاف؟ إذا الطبيعة أوجدت، الطبيعة بدل ما تصلح من بعد ما غلطت، من الأول ما تغلط، من الأول ما توجد الحيوانات الضعيفة. لأنه هيك بيقول داروين أنه المسألة قضية انتقاء الأصلح، الحيوان القوي بيتطور، والإنسان كان أصله حيوانا قويا، أما في حيوانات ضعيفة هذيك راحت وقضي عليها وما إلى ذلك. وأما إذا كانت الطبيعة ليست هي التي أوجدت هذه الحيوانات، فالطبيعة لا تستطيع أن تصلح أن تصحح أيضا شيئا ليست هي التي أوجدته. يقول لك والله يمكن كلام صحيح هذا الإيمانيين، لا صحيح لا مو صحيح، لا خلينا نثبت، ما نعطيهم هذول حجة الإيمانيين. هون الشك بقى واضح كيف. نعم. كمان بيتذكر حجة تانية ذكرها الإيمانيون، أنه طيب داروين يقول البقاء للأصلح، ننظر إلى مسرح الطبيعة نجد الحيوانات الهلامية موجودة، والحيوانات ذات الخلية الواحدة موجودة، والحيوانات الضعيفة إلى جانب الحيوانات القوية كله عايش، وين البقاء للأصلاح؟ مفروض إذا كان نظرية داروين صحيحة نجي نلاقي إنه هالطبيعة نخلت الحيوانات ما بي المسرح إلا الحيوانات القوية. لك الله هذه حجة سليمة، لا مو سليمة، لا صحيحة لا مو صحيحة، بل هم في شك منها، بل هم في شك منها. طيب راحت تمزق النظرية داروين، رجعوا قالوا أكيد أكيد في نظرية ثالثة، داروين غلطان، بس في شيء ثالث، إجا الثالث. كذلكم أيها الإخوة ناقشناهم في هذا الثالث، قالوا لا، هذا هو العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنتوا إيمانيين أنتوا دينيين، نحن علميين، نحن مدري إيش إلى آخر ما هنالك.
فلما خلا كل واحد منهم مع نفسه نظر إلى هذه النظرية الثالثة التي جاء بها عالم هولندي، قال لك والله هي أسوأ من اللي قبلها الآن، بل هم منها عمون. لا النظرية الأولى صح ولا الثانية، لكن شو الآن هم في عماها، هم في عماها، هذا هو الواقع. ليش في عماها؟ لأنهم لا يصغون إلى الحقائق العلمية التي يخاطبنا بها رب العلوم خالق القواعد العلمية. نحن نصغي إليها، أصغينا إليها، وجدناه يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله أكبر. أنا لما بسمع الكلام وأنت لما بتسمع، نعم، وقد سبق أن عرفت بالأدلة العلمية وجود الله، وعرفت بالأدلة العلمية أن القرآن كلام الله، انتهى خلص هالفراغ، تعبى هالفراغ اللي هن عم يعانوا منه ما عنا نهائيا. هذا الكلام انت ربي عز وجل ذكره لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني. نعم، إذا ربي سبحانه وتعالى أنبأنا أن الإنسان خلق بخلق الله له مباشرة، وأسجد له الملائكة. كان حيوان هلامي لما أسجد له الملائكة؟ كان حيوان زاحف لما أسجد له الملائكة؟ نعم. بعدين شو بيقول؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما أرجيتهم كيف عم خلقت السماوات والأرض؟ عن طريق الانفجار الأعظم؟ لا، عن طريق الغاز، غاز السديم، عن طريق كمان. انظر إلى ما يقوله الملاحدة عن أصل لسان، تجدون أنفسكم أمام مصداق قول الله سبحانه وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وعندما يرحلون إلى الله عز وجل يرحلون إليه بهذه العماها. أما نحن فنحن نحمد الله عز وجل ملء الأرض، ملء الأرض إلى عنان السماء. لو جاز لنا أن نكتب هذا الحمد ونملأ به ما بين السماء والأرض لفعلنا، على أن أكرمنا بهذه العلوم الحقيقية التي دلتنا على الله، والتي أورثتنا الإيمان بالله، والتي عرفتنا على أنفسنا، نعم، والتي عرفتنا على قصة هذا الكون من أوله إلى منتهى، وعلى المراحل التي نعم نعيشها في هذا الكون ما بين مرحلة مضت ومرحلة نحن فيها ومرحلة مقبلة آتية. نعم، فهذا فرق ما بيننا وبين الآخرين. نحن إيمانيين معنا علم، هم الذين يتطوحون باسم العلم، لكن سبب تطوحهم هو الجهالة والعماها كما قال الله عز وجل. أما نحن فإيماننا قائم على دعائم العلم، ولا نتحرك إلا بمصباح من الهداية والعلم. نحن الذين أورثنا الله عشق العلم، نحن الذين علمنا الله عز وجل أن لا نتجاوز العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. طيب، الآن بهذا نكون قد انتهينا من هذا النص الذي انتقيناه، وكان آخر النصوص التي شرحناها في موضوع الحجاج والنقاش. وبهذا نكون انتهينا من رحلتنا هذه في دراسة علوم القرآن من خلال هذا الكتاب الذي اخترناه. طيب، الزبدة التي نريد أن ننتهي بها من هذه الرحلة، طبعا
رحلتنا هذه في دراسة هذه الموضوعات ليست للتسلية أكيد، وإنما هي من أجل أن نزداد معرفة بهوياتنا، وأن نزداد معرفة بربنا، وأن نزداد حبا له، وأن نزداد تعظيما له، وأن نزداد تمسكا بالتالي بأوامره بشرعه بأحكامه. أكيد من أجل هذا درست. طيب، أعتقد أن هذا الذي انتهينا إليه يمكننا من جني الزبدة والثمرة التي توصلنا إلى هذه الغاية. أعتقد أننا الآن امتلكنا الأدلة المنطقية العلمية الباهرة على أن هذا القرآن ليس كلام بشر، لا نبي لا رسول لا جن لا إنس لا أي مخلوق، وإنما هو كلام مولانا وخالقنا عز وجل. مررنا بأدلة كثيرة على هذا، ونحن نتحدث عن الأسلوب المتميز في القرآن، ونحن نتحدث عن مظاهر إعجاز القرآن، ونحن نتحدث عن مظهر جلال الربوبية في القرآن، ونحن نتحدث عن مظاهر التربية الغريبة التي يقودنا القرآن من خلالها إلى معانقة العلم، إلى محبة العلم، إلى الابتعاد عن التقليد بكل أشكاله وأنواعه المختلفة. طيب، انتهينا إلى حقيقة من خلال كل ما درسنا من المسائل النظرية الأكاديمية كما يقولون، والتطبيقات التي انتهينا منها، انتقينا 5 نصوص أظن من مختلف الموضوعات في كتاب الله عز وجل. كل ذلك أعتقد أنه زادنا يقينا، اليقين موجود ولله الحمد، أو ربما كان البعض منا بجوز يكون عنده شك، لكن أعتقد أن هذا الذي انتهينا إليه خلال رحلتنا هذه أورثنا يقينا لا يأتيه الباطل ولا يتسرب إليه الريب أو الشك بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. طيب، إذا عرفنا ذلك، إذن ينبغي أن نعلم من نحن، لأننا عندما نقرأ كلام الله عز وجل هذا القرآن هو مرآة لذاتنا، نحن نتبين هوياتنا من خلال تلاوتنا لهذا القرآن. فأنت عندما تقرأ كلام الله عز وجل تعلم من أنت، فأنت بها عندئذ تعلم أنك عبد مملوك لذات الله سبحانه وتعالى، تتحرك في قبضته منه ابتداؤك وإليه انتهاؤك، لا شك في هذا ولا ريب. طيب، هذا مما أورثك القرآن معرفته. نظرت فوجدت أن كتاب الله هذا بعد أن عرفك على ذاته يملأ كيانك ثقة بأن هذا الإله الآن عندما يأمرك أو ينهاك أو يوصيك فإنما يأمرك بما يأمرك به أو ينهاك عما ينهاك عنه لمصلحتك، لضمانة سعادتك. نعم، وتماما كما يقول الإمام عز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، إذا سمعت قول الله عز وجل في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا أصغي السمع جيدا إلى الكلام الذي سيأتي بعد هذا النداء، فإنك لن تسمع إلا أمرا بخير أو نهيا عن شر. كل ما بتسمع نداء بهذا الشكل يا أيها الذين آمنوا أصغي السمع جيدا إلى ما وراء هذا النداء، فإنك لن تجد من وراء هذا النداء إلا أمرا بخير أو نهيا عن شر. طيب،
إذن ينبغي إذا أصغينا إلى أوامره أن نقول سمع وطاعة، وإذا أصغينا إلى النواهيه أن نقول يا رب سمعا وطاعة، لأن الآن ازددنا إيمانا ويقينا بأن هذا القرآن كلامك، ها نحن نبايعك من جديد على السمع والطاعة. فالمنشط والمكره في كل الأحوال أن ننفذ أمرك وأن نبتعد عن النواهي التي نهيتنا. جهد الاستطاعة، فإن رأينا أنفسنا في حال من الحالات قد تغلبت علينا غرائزنا الحيوانية، تغلبت علينا رعوناتنا، فلنذكر الدواء الذي نبهنا إليه القرآن نفسه. شو الدواء؟ سرعة الرجوع، سرعة الانعطاف إلى الله عز وجل، سرعة الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تقول يا رب نعم أنا أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، أنا ضعيف، أنا كذا. إياك إياك أن تدخل في مداخل المستكبرين وأنت بخير. نعم طيب، لا تفرق بين أمر وأمر، تقول والله هذا الأمر عجبني نفسه، هذاك ما عجبني والله ما. إذن أنت ما لك مؤمن صرت بالله. نعم، أنت صرت من الذين يفرقون دينهم كما قال الله سبحانه وتعالى وكانوا شيعا. طيب بار يقول للنبي لست منه في شيء، لا، قل سمعا وطاعة بالنسبة لكل ما يوجه إليك من أوامر الله سبحانه وتعالى، كل ما يتعلق بحياتك الشخصية، ما يتعلق بحياتك الأسرية يعني المنزل الأسرة، ما يتعلق بحياتك الاقتصادية، ما يتعلق بنظام الدولة بنظام المجتمع. الباري عز وجل له أوامر تتعلق بهذا وهذا وهذا وذاك. الإسلام دين الحياة، دين الحياة من كل الجوانب. فقل يا رب قد عزمت على أن أطيعك في أموري الشخصية، في أموري الأسرية، في أموري الاقتصادية، في الاجتماعية. نعم، وإذا كنت أنا مسؤول في أي مركز من المراكز سأسعى جاهدا أن أنفذ أمرك. فيا ربي إذا استطعت قبلني، وإذا ما استطعت اغفر لي. الباري غفور، الباري غفور. نعم، ولكن إياك إياك أن تضع نفسك من شريعة الله موضع الانتقاء. نعم هي منيحة عجبتنا بنسويها، هي مو وقتها، هي راح وقتها، هذه كذا هي كذا. بصير هيك العبد ما بيشتغل الشغلة، العبد ما بيشتغل الشغلة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل شرعة باقية خالدة إلى يوم القيامة، مو أنت اللي بتقول هي راح وقتها وهي ما راح وقتها، ربنا سبحانه وتعالى هو العليم. نعم، إذن تعالوا نبايع مولانا وخالقنا على هذا، ننفذ أوامره في خصوصياتنا الشخصية، وننفذ أوامره فيما يتعلق بعلاقاتنا البيتية بين الزوج والزوجة والأب والأولاد والأولاد والأب. نعم، طبعا أنتم تعلمون أنه الحمد لله الأحوال الشخصية عندنا لا تزال على النهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا في مذاهب أربعة وربي سبحانه وتعالى فتح لنا المجال. نعم، وننظر فنجد أن هذه الشرعة التي تتعلق بحماية الأسرة ونظام الأسرة تضمن حق الرجل بمقدار ما تضمن حق المرأة. والله إنه ليكذب من يقول إن في هذه الشرعة إجحافا للمرأة، والله إنه ليكذب ويعلم أنه يكذب.
لكن في الناس من سئموا وملوا شريعة الله فهم يريدون أن يغيروا، يمتلكوا هذا النظام كله. نعم، المجتمع الغربي الآن طور، صار في زواج مثلي، صار في أمور أخرى، صار الأسرة ما عاد له لزوم نهائيا. في ببلادنا من يحلم بهذا؟ أعلم أن في بلادنا من يحلم بالزواج المثلي، أعلم أن في بلادنا من يحلم بنسف الأسرة والقضاء عليها وجعل المتعة الجنسية ذات أبواب مفتحة كما يشاء. ليش 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 التضييق وليش كذا كله وماشي الحال؟ عيشه الغرب عايش. نعم، فيما بينهم يقال هذا الكلام. لا طبعا هذا لا يتأتى، لا يتأتى. الغرب الآن يعني ابتلي بمرض من الحقد الشديد على الأمة العربية والإسلامية بسبب بقاء الأسرة وتماسكها. علم ذلك من علم وجهله من جهل. نعم، في الغرب ما عاد في شيء أسرة، عبارة عن أطلال للأسرة. عندي ريبورتاج كبير في مجلة أظن نيوزويك، نعم، بعنوان موت الزواج، The Death of Marriage، موت الزواج، كذا صفحة كلها يتحدث عن أنه الزواج ما عاد فيه، مات الزواج وحل في محل زواج الخلي والزواج المثلي، زواج الشاب بالشاب وزواج ما إلى ذلك. إيه نعم، وفي آخر ريبورتاج ينعي الكاتبون، مو كاتب واحد، كذا واحد، إيه نعم، أن المجتمع الآن على شفير الانهيار. هنا وفي قلة طبعا ولله قلة قلة بس يعني بيرفعوا أصواتهم هيك، قلة لا يمثلون هذه الأمة أبدا، يريدون أيضا الأسرة أن تندثر، ويريدون أيضا أن يعني تتحول المتعة الجنسية إلى النهج الذي شرعه الله عز وجل ويحقق للأسرة سعادة الأب بالأولاد والأولاد بالأبوين والزوجة بالزوج والزوج وهكذا إلى ما تعرفون مما لا ينبغي أن نطيل الكلام فيه. نعم، طيب ما الذي دعانا إلى هذا؟ أنه ولله الحمد هذه الشرعة لا تزال باقية ونتمتع بها، وأعين المسؤولين فيما أعلم ساهرة على رعاية هذه المبادئ التي فعلا تعمي حقوق الرجل بمقدار ما تعمي حقوق المرأة تماما. نعم، طيب، فأن ينبغي أن نعاهد الله عز وجل على أن نطبق أوامره في أنفسنا، في بيوتنا، في اقتصاداتنا. هلا الآن في بنوك إسلامية عم تتكاثر، عم تتكاثر، بجوز عم يصير في أغلاط. المنعطف لما الإنسان عم ينتقل، يعني عم ينتقل، عم يعزل من بيت لبيت، أثناء التعزيل تنكسر له شيء وعاء، بيصير له شيء غلط وشيء كذا. فنحن الآن في مرحلة انتقال، قد يكون هنالك أغلاط، لكن الأغلاط تتراجع والحق يزداد. والغرب ينظر بانبهار إلى الاقتصاد الإسلامي، ولعلكم تعلمون أن بعض المسؤولين الاقتصاديين في أمريكا وغير أمريكا يدعون إلى تجربة الإسلام، إلى تطبيق ترجمة التجربة الإسلامية. نعم، هذا الكلام. وقد سئلت عن رأيي في ذلك، قلت والله تجربة الغرب للاقتصاد الإسلامي دون قاعدة أخلاقية ما بيفيد، ما بيفيد، لأن الاقتصاد الإسلامي ضمانته الأخلاق، والأخلاق ضمانتها العقيدة. توجد العقيدة تزدهر الأخلاق، ازدهرت الأخلاق الاقتصاد يكون عبارة عن بناء فوقي لهذا كله، أليس كذلك؟ هذه هي الحقيقة. نعم، لكن أعود فأقول الإنسان غير معصوم. أنا أدعو
نفسي وأدعو إخواني وعلى كل المستويات إلى الانضباط بأوامر الله. لكن والله كمان برجع بقول ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، لكن بشرط ألا نستكبر وألا نبرر المعصية. ما نبرر المعصية أبدا. نعم، إذا عصينا الله نندم ونتألم بصدق ونتوب ونعود ولو تكرر ذلك. لكن متى الباري عز وجل يعرضنا للانتقام؟ إذا بررنا المعصية. نعم، بررنا المعصية. النظام الإسلامي اليوم للدولة ما عاد صالح يا أخي. لازم يكون هلا يصير في نظام مدني، لازم يصير كذا وكذا. هذا كله ما عاد يصلح. هلا وقت بيحكي هالكلام هذا نوع من الاستكبار. عم تصحح لرب العالمين، لك عم تصلح له، هذا ما بيصير. نعم، اذا فنحن نعاهد الله بناء على هذا الذي انتهينا اليه ان يعني نحلل الحلال ونحرم الحرام ونلتزم بالواجبات. الشيء الاخير الذي نتدعى اليه ايضا ان نجعل لأنفسنا حظا دائما من تلاوة كتاب الله بإتقان وبتدبر. بتدبر، ما نكون من أولئك الذين قال عنهم نعم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إياكم. نعم، بعدما تأملنا وتدبرنا وذقنا لذة هذا الكتاب نقرأه دائما. اجعل لنفسك كل يوم في الوقت الذي تشاء حظا من تدبر كتاب الله. قال العلماء إذا أردت أن تصغي إلى مخاطبة الله لك، إذا أردت أن تصغي إلى كلام الله الموجه إليك فاقرأ القرآن. لأن القرآن ما هو؟ كلام الله. كلام الله إلى من يوجه؟ إليك. فأنت عندما تقرأ تعلم أن الله يكلمك، تعلم أن الله يكلمك، ما في ألذ منها أنك جالس وعم تعرف أنه ربي الآن عم يكلمك، مو خيال. لك رب العالمين مطلع وهو أقرب إليك من حبل الوريد. تقول يا رب أنا بدي أسمع كلامك هلا قاعد بدي. نعم، فأنت عندما تقرأ كلامه تشعر أنه يكلمك. يكلمك في ألذ منها. كل يوم مقدار من شيء آخر. ما ينبغي أن نستخدم القرآن في غير ما أنزل من أجله. وأنا أعني بهذا الكلام الشيء الذي كررت وكررت وكررت ذكره، أن لا نجعل من القرآن ترجمان مأساة دخلت في بيت، ترجمان حزن بسبب وفاة نعم دخلت في دار معينة. كيف بدنا نعلن عن انه في حادثة موت دخلت ببيت؟ من زمان كان الاعلان عن طريق العويل والولويل، هي كانت من زمان هيك بيجيبوا نساء خصوصي عيطوا يولولوا، يعني انه ديروا بالكم والله في حادثة موت. هلا بطلت، بدال العويل والولويل شو بيساووا؟ قرآن. إلى أن استقر في أذان كثير من الناس خاصة النساء أنه القرآن هذه شغلة سكروا يشوف في موتة عنا، يشوف في مصيبة، خصوصا الشيخ عبد الباسط لأنه غالبا يؤتى بالشيخ عبد الباسط. فالآن كثير من الناس صاروا يكرهوا صوت الشيخ عبد الباسط، يعني بتشاءموا منه لأنه التصقت قراءة الشيخ عبد الباسط للقرآن بماذا؟ بالموت وما إلى ذلك، يعني صار مثل رد الفعل الشرطي تبع بافلو. نعم، هذا الأمر يكاد يصل إلى درجة الكفر. وأظن أن وزارة الأوقاف منعت استخدام القرآن إن في البيوت عند حادثة الموت وإن أثناء سير الجنازة. ما ينبغي نهائيا بشكل من الأشكال. ننزه
كلام ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق. يدخل في هذا أيضا أن يعني نسلك مسالك الاستخفاف بالقرآن، أن ننزله عن مستواه الباسق العالي إلى درجة يعني لا أقول الاستهزاء به، لكن الاستخفاف والاستهانة به. كيف؟ معظم الناس إذا أرادوا أن يدعوا أصدقائهم إلى عقد من عقود النكاح أو إلى فرحة زفاف أو نحو ذلك بفكروا بهدية. كثيرون هم الذين لا يخطر في بالهم إلا هدية واحدة وهي القرآن. طيب، عندما يهدي هؤلاء المدعوين القرآن، يعلم أن فيهم من لا يصلي، فيهم من يأخذ القرآن وهو جنيب، فيهم من يرمي هذا القرآن نعم لرابع مرة أو خامس مرة، لأنه أكيد تجي دعوات كثيرة، إيه نعم، في زاوية من زوايا الدار، ويزداد امتهانا له. القرآن عزيز، وأنا أعلم أن في هؤلاء الناس الذين يوزعون المصاحف من لا يقرأون القرآن بوزعوا. وانت شو بترى منه كل سنة؟ لا شيء يا أخي، وزع شيء تاني. القرآن أصبح الآن مادة للتجارة، سلعة تجارية، وكم رأينا أناسا يتنافسون ويتسابقون على طباعة القرآن والتفنن في إخراج القرآن لله، لا من أجل ملء الجيوب. نعم، ننزه كتاب ربنا عن هذا. ينبغي لك يا رجل، انظر إلى هذا الواقع الذي نعيشه، وانظر إلى هذا المشهد. عثمان أرطغرل جد الخلفاء العثمانيين الأول، نزل ضيفا، ولعلي ذكرت لكم هذه القصة مرة، نزل ضيفا في بورصة عند قريب له، عندما حانت ساعة الرقاد أدخله في الغرفة التي هيأها له صاحب البيت، أدخله في الغرفة التي هيأها له للرقاد. لما دخل وأراد أن يتمدد فينام، وجد شيئا معلقا على جدار من جدران الغرفة، دنا فوجده مصحفا معلق. لما تبين أنه مصحف، اتخذ من القرآن موقف الجندي من القائد، وضع كفا على كف ووقف وقفة عسكرية أمام كتاب الله إلى الفجر، لم يتمدد ولم ترقد له عين إلى الفجر. انظروا للفرق، انظروا إلى الفرق. نعم، هذا كتاب ربنا. كم من إنسان تأمل في هذا الكتاب، هذا كتاب ربي، هذا كتاب ربي، وقضى نحبه وهو يقول هذا كتاب ربي، هذا كتاب ربي. هذه وصايا ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها كثمرة لنهاية هذه الرحلة في هذه الدروس. الآن ما هو المنهج الجديد الذي سنلتزم به؟ أنا يعني لا أكتمكم، في هذه الأيام سألت الله أن يلهمني الرشد، ثم إن الله شرح صدري للتالي. يوم الخميس إن شاء الله نبدأ بتفسير القرآن من أوله، ننظر، نسأل الله أن يلهمنا الرشد وأن يقدرنا على أن نعم نشرحه الشرح الذي يرضيه، ونسأله أن يفتح علينا. ويوم الاثنين أنا بصدد موضوع لا أكتمكم أنني أصوغ منه تأليفا الآن، عنوانه الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان. نعم، منذ فترة بدأت أصوغ من هذا البحث كتابا. شرح الله صدري أن نبدأ بدأ من يوم الاثنين المقبل مثل اليوم يعني إن شاء الله تعالى بدراسة هذا الموضوع، حديث القرآن عن حب الله للإنسان، حديث القرآن عن حب الإنسان لله، حديث القرآن عن حب الإنسان للإنسان.
إلى آخر ما هنالك، ولا ندري ما الذي سيفتح الله به علينا. على كل هذا الموضوع موضوع الحب، نعم موضوع يستهويني، وأظن أنه ينبغي أن يستهويكم جميعا، لأنه ما في إنسان عرف ربه حق المعرفة إلا أحبه. وإذا يعني دخل حقيقة الحب في سويداء القلب فحدث عن النتائج ولا حرج. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نعم كنزنا الذي نرحل به إلى الله حبه سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المنهاج الذي سنلزم به أنفسنا إن شاء الله تعالى. طبعا سنجد هنالك مشكلات ينبغي أن نجيب عنها، يعني عقبات ينبغي أن نقف عندها، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يلهمنا الرشد في هذا وذاك. أما ما يتعلق بدرس التفسير، في الواقع أنه هذا أمر يعني خطير، وهو يعني أنا أشعر بصعوبة بأنني أحمل من هذا الأمر عبئا كبيرا، لست أهلا له. نعم، لكن نعم أفعل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فنحن نستعين بالله، إذا استعنا بالله عز وجل سيحررنا من عجزنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصلي وسلم على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصلي وسلم على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا ربي أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بمنك وجودك جميعا يا رب في هذه الساعة ذكورا وإناثا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم إنا نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أزواجنا وفي أنفسنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. نسألك يا رب أن تجعل هذه البلدة بلدة مكلوءة بعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام، وأن توفق القائمين على شؤونها لما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكلأنا جميعا في هذه البلدة بعين عنايتك وبأتم رعايتك يا أرحم الراحمين. من أراد يا ربي بهذا الدين خيران خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهذا الدين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بصفاتك الأسنى، ونسألك بكل آية في كتابك العظيم يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام.
اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك يا رب العالمين، وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نقر ونعترف بأنه ما من نعمة تصلنا إلا وهي وافدة إلينا منك يا رب العالمين. ما أكثر ما أنعمت علينا، ما أكثر ما غمرتنا بآلائك، ما أكثر ما غمرتنا بنعمك وآلائك يا ذا الجلال والإكرام. أقدرنا يا ربي على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك عنا، أقدرنا على أن نحمدك الحمد الذي يليق بربانيتك، يليق بكرمك، يليق بعطائك وجودك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.